يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم في الحقيقة خاصة جدا، لأن هي حلقة الاحتفال بلقب بطولة الدوري. الأهلي فاز باللقب منذ أكثر من 6 أسابيع، لكن النهاردة هيستلم اللقب المفضل بالنسبة له مع نهاية مباراة طلائع الجيش، وهي آخر مباريات بطولة الدوري العام بالنسبة للأهلي. وطبعا الطلائع وعدد كبير جدا من الأندية خلاص خلصت مبارياتها، أو النهاردة كل المباريات هتخلص النهاردة، فبالتالي ده بالنسبة لهذا الموسم الطويل جدا جدا وأطول موسم في تاريخ بطولة الدوري المصري. فبالتالي هيبقى عندنا تفاصيل وكواليس كمان تتعلق باحتفال الشركة الراعية بالنادي الأهلي بسبب لقب الدوري النهاردة، والملعب اللي هيستضيف هذه المباراة طبعا استاد الأهلي والسلام. فكواليس كتير جدا هتكون على مدار الساعة القادمة في حلقة جديدة من الترند. خليني اقول لحضراتكم ان سؤال الحلقه النهارده بيتعلق بتوقعاتكم لمباراه اليوم ما بين الاهلي وطلائع الجيش في اخر مباراه الدوري. توقعاتكم للنتيجه تواصلوا معنا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في اخر مبارياته. البدايه دايما بتكون باهم العناوين. نشوف في ترند الاهلي الليله، الاهلي يتوج باللقب رقم 42، اتجاه لتعديل مواعيد القيد بعد تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا. أما في الترند العالمي، ليفربول يواجه ويستهام في الدوري الإنجليزي. طيب، بخلاف أخبار الأهلي وكواليس الأهلي، النهاردة في الحلقة عندنا عدد من الأخبار العالمية كمان اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم، بتهم ناس كتير جدا في الحقيقة الأخبار العالمية. بالتالي خليني أبتدي بأهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات حول العالم. الدوري المصري، سموحة لاعب نادي اف سي مصر، وخلصت المباراة 2-0 لسموحة. بيراميدز هيلعب الساعة 5:30 أمام المقاولون العرب، وطلائع الجيش مع الأهلي الساعة 8 بالليل، واخر مباراه هذا الموسم. بالنسبه للدوري الانجليزي، في عدد ايضا من المباريات، وثلاث مباريات تحديدا. شيفيلد يونايتد خسر خلاص من مانشستر سيتي في مباراه كانت في تمام الساعه 2:30 ظهرا بهدف لا شيء احرزه ووكر، طبعا الظهير الايمن لفريق مانشستر سيتي، من صناعه دي بروين. وفي مباراه تنطلق في هذه اللحظات ما بين بيرنلي وتشيلسي، وكمان المباراه اللي هتكون الساعه 7:30 من بكل تاكيد هي مباراه ليفربول وويست هام. ده فيما يتعلق بمباريات الدوري الانجليزي. خلينا نروح كمان لمباريات الدوري الاسباني. ريال مدريد مباراته النهارده انتهت امام هويسكا بفوز ريال مدريد 4-0، مباراه شهدت عوده هازارد للتهديف، احرز الهدف الاول، وبنزيما احرز هدفين، وفالفيردي احرز هدف. اتلتيك بلباو امام اشبيليه كمان ربع ساعه، الساعه 5:15 تحديدا، واساسونا امام اتلتيكو مدريد الساعه 7:30، وديبورتيفو الافيز امام برشلونه الساعه 10 بالليل. الدوري الايطالي في ايضا ثلاث مباريات النهارده. كروتوني امام اتلانتا، الشوط الاول خلص 2-1 لاتلانتا، والساعه 7 انتر ميلان امام بارما، والساعه 10:15 بولونيا امام كالياري. دي اهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات حول العالم. هنروح لفاصل سريع وبعديها هنرجع نتكلم في اهم تفاصيل حلقه النهارده، استنونا. طيب، خلينا نتكلم عن مباراة اليوم ما بين الأهلي وطلائع الجيش، أو طلائع الجيش والأهلي، اللي هي مباراة الطلائع، لكن هي هتقام على استاد الأهلي والسلام بعد موافقة طلائع الجيش بسبب الاحتفالات اللي هنشوفها النهارده بعد فوز النادي الأهلي واستلامه كمان لبطولة أو الدرع نفسه، درع الدوري العام، للمرة الخامسة على التوالي، ومرة رقم 42 في تاريخه. لكن بالتحديد عايزين نتكلم عن مدى اهميه هذه المباراه، وممكن البعض يقول لك المباراه مش مهمه قوي، يعني الاهلي خلاص فاز بالدوري من كذا اسبوع فاتوا في البطوله، وكمان المباراه النهائيه في بطوله دوري ابطال افريقيا تاجلت ليوم 27، فبالتالي مباراه اليوم مش مهمه. لا طبعا، اكيد مباراه مهمه. ليه بقى؟ لان اكيد مستر موسيماني هيقف على بعض الامور اللي هتكون بالنسبه له مهمه جدا خلال الفتره اللي جايه، سواء فيما يتعلق بمستويات اللاعبين اللي ما خدوش يعني عدد دقايق كتير مع موسيماني من ساعه ما جه الفتره اللي فاتت بسبب ضغط المباريات وبسبب المنافسه في دور نصف النهائي من البطوله الافريقيه. فممكن النهارده هنشوف، ده مش ممكن، ده اكيد كمان هنشوف عدد من اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا بيبتدوا كاساسي، البعض منهم ممكن يدخل في الشوط الثاني، يقدر يقف على المستويات بتاعتهم الجهاز الفني ككل، كمان مستر موسيماني ومساعدين. كمان بالاضافه لكده، في اهميه من هذه المباراه وهي الارقام القياسيه اللي ممكن يحققها
النادي الاهلي من خلال هذا اللقاء، سواء فيما يتعلق بعدد النقاط في بطوله الدوري باذن الله الاهلي يكسب يوصل للنقطه 89، عدد الاهداف ممكن يتخطى الرقم القياسي، يعني بعض الارقام القياسيه باذن الله. لما يحقق الاهلي الفوز ممكن بكره في حلقه الترند نتكلم فيها ونقولها لحضراتكم بالتفصيل. فبالتالي من هنا جايه اهميه هذه المباراه، ودايما جمهور الاهلي ثقافته وعقليته بتتمثل في انك داخل ماتش انت بقى خلاص مخلص بطوله، حاسم بطوله كمان، انت داخل تكسب، يعني عايز تكسب وتتمتع كمان بالاداء، خصوصا ان احنا بنشوف الاهلي مع موسيماني ماشي بشكل ممتاز في الحقيقه، الراجل مؤدي مستويات رائعه سواء محليا او افريقيا. فهي مباراه للمتعه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وايضا مباراه بننتظر من خلالها نتيجه جيده بالنسبه للفريق اللي احنا اكيد واثقين فيه ثقه تامه، جهاز فني ولاعبين بكل تاكيد. بعد شويه هتكلم معاكم اكتر عن هذه المباراه وبعض الكواليس، وحضراتكم اكيد شايفين دلوقتي لقطات من تحركات لاعبي الاهلي والجهاز الفني والاداري في فندق الاقامه قبل ساعات قليله من انطلاق هذه المباراه اللي هتكون في تمام الساعه 8 مساء. فأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة اليوم. طيب الملف الثاني عايز أتكلم فيه مع حضراتكم، وهو يتعلق بمد فترة القيد، والجزئية دي في الحقيقة فيها لغط كبير، أو مش فيها لغط، يعني بصراحة خلينا نقول الاتحاد المصري لكرة القدم في موقف لا يحسد عليه بعد تأجيل النهائي الأفريقي نهائي دوري الأبطال ليوم 27 من الشهر الجاري. فانت كنت يوم الاربعاء اللي فات كاتحاد كوره مديت فتره القيد، بدل ما هي تبقى يوم 4 نوفمبر بقت يوم 11 نوفمبر، انت دلوقتي هتعمل ايه؟ خليني اقول لحضراتكم كمان ان الناس في اتحاد الكوره نفسهم لحد اللحظه انا بتكلم فيها مع حضراتكم مش لاقيين حلول، والموضوع بالنسبه لهم يعني صعب جدا ومعذورين بصراحه. هتحل القصه دي ازاي؟ طب انت ممكن تمد فتره القيد لما بعد يوم 27؟ طب لو عملت كده اللعيبه اللي كانت المفروض هتمشي مثلا من انديتها هيبقى موقفها ايه؟ اللي عايز يمشي هيمشي ازاي؟ طب هيقعد ولا هيكمل؟ طب بطوله كاس مصر هيبقى موقفها ايه؟ في فرق كمان ابتدت فتره اعداد او هتبتدي فتره اعداد لموسم جديد بعد ما تعاقدت مع بعض اللاعبين، وممكن بعض اللاعبين تعاقدوا معاهم دول كانوا عندهم بعض الارتباطات الاخرى مع انديتهم القديمه في حاله مد فتره القيد. يعني الموضوع صعب جدا، وبصراحه مش عارف اتحاد الكره هيحل الجزئيه دي ازاي. ففي كل الاحوال هو موسم استثنائي، لكن خليني اقول لحضراتكم ان بكره هيكون في اجتماع للجنه شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكره القدم للمحاوله للوصول لقرار نهائي في الجزئيه دي. لو انت مديت لبعد 27 واعتقد دي هتبقى فيها صعوبه برضه، انا مش عارف هيعملوها ازاي بصراحه. هل هتكلم الفيفا، هتخاطب الفيفا عشان تشوف ممكن الفيفا توافق على الجزئيه دي ولا لا؟ طب الوضع هيكون ايه؟ هل ممكن تستثني الاهلي والزمالك بس بما انهم لسه في البطوله الافريقيه؟ كلام هيكون كتير جدا في الجزئيه دي خلال الساعات القادمه. اتمنى ان اتحاد الكره يكون موفق في حل الملف ده رغم صعوبته الشديده جدا جدا، وهم معذورين جدا في الحقيقه، والحلول قليله او تكاد تكون معدومه، بس ان شاء الله واثقين ان هم ممكن يلاقوا حل مناسب للازمه الحاليه. وبالتالي في كل الاحوال زي ما قلت لحضراتكم ده موسم استثنائي يجب التعامل معاه ايا كانت ايه النتائج. هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعات القادمه. خلينا نتكلم عن منتخب مصر، والنهارده هيتم الاعلان عن اسماء لاعبي النادي الاهلي عقب انتهاء مباراته امام طلائع الجيش، الاسماء اللي هتنضم لمنتخب مصر. احنا عارفين ان الجهاز الفني بقياده كابتن حسام بدري كان اعلن عن بعض الاسماء الخاصه بالقائمه استعدادا لمباراتي توجو في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه. خليني اعيد على حضراتكم الاسماء، وفي استغراب من بعض الاسماء، والجزئيه دي خلاص بقت معروفه بالنسبه للناس كلها، لكن خلينا نقول المهدي، سليمان، عبد الله السعيد، علي جبر، ايمن، احمد ايمن منصور، محمد حمدي، محمد فاروق، احمد توفيق، ورمضان صبحي من بيراميدز، رغم رمضان بقى له سنه ما بيلعبش بس حاجه غريبه بصراحه. وامبارح كابتن محمد بركات لمح ان هيتم استبعاد رمضان على حسب ما يشوفوا جاهزيته، ما كانش ليها لازمه من الاول يعني، في الغالب هيستبعدوه. محمد بسام من طلائع الجيش، محمد شريف انبي، حسام حسن، واحمد ابو الفتوح سموحه، طاهر محمد طاهر المقاولي العرب، واكرم توفيق الجونه، الخمسه المحترفين صلاح وتريزيجيه وحجازي وكوكا ومحمد النني. النهارده اعلان اسماء لاعبي النادي الاهلي، ويوم الاربعاء بالليل او الخميس الصبح بكثير هيتم الاعلان عن اسماء لاعبي نادي الزمالك بعد انتهاء من مباراه الرجاء في دور او في اياب دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. نتمنى كل التوفيق بكل تاكيد لمنتخبنا الوطني في المهمه القادمه، واللي اكيد نتمنى برضو ان ما حدش يتصاب لان عندنا مباراه نهائيه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن يبقى طبعا الواجب الوطني هو الاهم، والتصفيات مهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر. نتمنى لهم كل التوفيق.
هروح لفاصل، وبعد الفاصل عندنا تفاصيل اكتر في فقرات متعدده من حلقه الترند النهارده. يلا بينا. طيب خلينا نكمل تفاصيل حلقتنا النهارده، وكالعاده نبتدي بترند الاهلي، والكلام كان على ايه بخصوص الاهلي النهارده وقبل مباراه اليوم. النادي الاهلي وحسابه على تويتر قالوا ان الخامس على التوالي ال 42 في تاريخنا صباح التتويج، في اشاره طبعا لاستلام النادي الاهلي لدرع الدوري بعد مباراه اليوم امام طلائع الجيش من خلال استاد الاهلي والسلام. الحساب الرسمي لقناه النادي على انستغرام بتتكلم عن المباراه وبتنوه عن موعدها. المباراه زي ما احنا عارفين هي اخر مباريات الاهلي في بطوله الدوري الممتاز، وهتكون الساعه 8 بالليل على استاد الاهلي والسلام. طيب لسه في تفاصيل اخرى في ترند الاهلي هنتكلم عنها، لكن خليني سريعا اروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي المتواجد في هذه اللحظات في مقر اقامه الفريق قبل التحرك لاستاد الاهلي والسلام قبل مباراه اليوم امام طلائع الجيش. يا كريم اهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على اخر استعدادات الاهلي لمباراه اليوم امام الطلائع. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول النهارده ختام مباريات بطوله الدوري العام موسم 2019-2020 الاهلي وطلائع الجيش على استاد الاهلي والسلام الساعه 8 مساء ليله التتويج. يا امير انت عارف طبعا مجهود طبعا كبير جدا الموسم ده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الحقيقه يمكن اللعيبه تستحق التتويج وتستحق طبعا الاشاده الكبيره، لان اما النادي الاهلي بيفرق عن المنافس او عن المركز الثاني او الثالث قبل البطوله ما تنتهي باسبوع، ده مجهود كبير جدا سواء للجهاز الفني او مجلس الاداره او اللاعبين. فالنهارده ان شاء الله تكون ليله سعيده على لعيبه النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى مجلس الاداره، وكمان يمكن الليل هتكون سعيده اكتر بقى بوجود مؤمن زكريا اللي اكيد يعني هتبقى لفته طيبه جدا، ويمكن بيدي دفعه كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي ان هو يكون متواجد يشارك الفرحه مع لعيبه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله بنتمنى له الشفاء والسلامه ويكون متواجد من جديد سواء في النادي الاهلي او يكون متواجد بشكل عام، ويا رب ان شاء الله تكون الايام القادمه كلها خير وانتصارات لفريق النادي الاهلي. احنا يا امير طبعا متواجدين في فندق الاقامه النهارده، انت عارف هي المباراه تحصيل حاصل، لكن مع بيتسو موسيماني مفيش مباريات تحصيل حاصل، المباريات لازم فيها جديه وفيها اداء وفيها اصرار وفيها نتيجه كمان، وده اللي يمكن الراجل عودنا عليه بصراحه خلال الايام الماضيه. النهارده اقدر اقول لك يمكن من خلال لحظات بسيطه جدا المحاضره الفنيه كانت 4:30، لسه من لحظات يعني دلوقتي من 5 دقائق ومن 10 دقائق انتهت المحاضره الفنيه. النهارده نشوف مفاجات في التشكيل، لان عدد ال 21 لاعب طبعا في قائمه فريق النادي الاهلي، عدد الناشئين المتواجدين مع فريق النادي الاهلي في هذه القائمه بتدينا اشاره ان النهارده يكون في عدد كبير منهم متواجد، وايضا كمان بعض الاماكن وبعض المراكز يكون فيها اختلاف كبير جدا. مش عايزين طبعا نحرق الامر الخاص بالتشكيل مع طبعا انت عارف يمكن هي اخر مباراه في بطوله الدوري العام، لكن النهارده من الواضح ومن خلال متابعتنا في التدريب الاخير على استاد مختار التتش النهارده هنشوف عدد من لعيبه النادي الاهلي بتلعب في اماكن غير اماكنها، لكن ان شاء الله باذن الله بقى مع الجديه الكبيره في لعيبه النادي الاهلي باذن الله النهارده يكون اداء ونتيجه مع الختام بطوله الدوري العام، كل الامور دي ان شاء الله تكلل بالنجاح وتسعد كل جمهور النادي الاهلي. غيابات كالعاده عديده في صفوف فريق النادي الاهلي، لكن كلها غيابات لراحه اللاعبين باستثناء طبعا حمدي السوليه وعمرو السوليه وحمدي فتحي، يمكن هو ده الامر طبعا الخاص بالكارت الاحمر بالنسبه للسوليه وثلاث انذارات حمدي فتحي، لكن بشكل عام شناوي واجاي وايضا كمان حسين الشحات وعلي معلول كل اللعيبه دي الحمد لله اجهاد بسيط، لكن الحمد لله شارك علي معلول امس في التدريب بكل جديه راحه فقط لغير طبعا للحفاظ على سلامه اللاعبين للمرحله اللي جايه، مرحله مهمه جدا في انتظار بقى يوم 27 بقى يمكن لسه الايام طويله، لكن ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في اتم الاستعداد للمباراه النهائيه بطوله الافريقيه، حلم الكبير واللي كل جمهور النادي الاهلي بينتظره بشكل كبير. طيب تحركنا من هنا يا امير هيكون الساعه 6 ان شاء الله مباشره الى استاد الاهلي والسلام، ويا رب ان شاء الله كل الامور تكون في مصلحه النادي الاهلي. طب انا عايز اسالك على حسين الشحات، لان البعض اتكلم عن اصابه حسين ان هي ممكن تاخد فتره طويله، البعض قال عضله ضمه، البعض الاخر قال الخلفيه، عايزين نعرف حقيقة إصابة حسين الشحات والفترة اللي ممكن يجيبها عن الملاعب. أنا عارف إن هي فترة قليلة بس التفاصيل أكتر قولها لنا يا كريم. يمكن اصابه حسين الشحات نقدر نمثلها شويه بعلي معلول، يمكن علي كان عنده تقل انت عارف في العضله الخلفيه كان تقل بسيط، ما طولش علي معلول بالنسبه ليه الايام ريكفري والجلسات البسيطه طبعا، وشارك زي ما بقول لك بكل جديه في تدريب الامس في تدريب الجماعي بيه الكامل، نفس الامر ينطبق على حسين الشحات. هي كلها طبعا حاجات بسيطه لعيبه النادي الاهلي، لكن لو اصابه قويه طبعا اكيد هنكون بنعلن طبعا ان اصابه طويله وممكن تطول سواء ضمه او خلفيه، لكن تقل بسيط واجهاد ده امر خلاص بقى في كره القدم خلاص اتعودنا عليه حاجه بسيطه، احنا بس عشان نطمن جمهور الاهلي يعني بالظبط.
بالظبط بالظبط يا امير. طبعا كل الامور دي طبعا اكيد الجمهور بيبقى منتظرها بشكل كبير، لان زي ما بناكد كل مره مرحله مهمه والناس كلها عايزه تطمن على كل لعيبه النادي الاهلي. الشحات كمان ينضم له اجاي، يمكن برده الناس اتكلمت ان اجاي عنده حاجه في الخلفيه، لكن اجاي برده اجهاد بسيط جدا، اجهاد عام طبعا مع اللود الكبير والحمل الكبير اللي كان فيه لعيبه النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله معانا متسع من الوقت كبير جدا، ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تستعيد عافيتها من جديد. اي لعيب عنده كرامب، اي لعيب عنده اجهاد، معانا وقت كبير جدا. وكمان بيتسو موسيماني بيحذر لعيبه النادي الاهلي من هذا الامر، في كل تدريب بيقول اي لعيب هيشتكي من اي حاجه بسيطه يقول لان خلاص مش هيكون متواجد، لان المرحله اللي جايه هي المرحله الاهم. يا رب ان شاء الله باذن الله الايام القادمه والتدريبات القادمه تكون كلها خير على لعيبه النادي الاهلي، ما يبقاش فيه اصابات، ما يبقاش فيه اي امور او اجهادات كبيره على لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل لكل جمهور النادي الاهلي اللي بنبارك له اكيد امير من خلالك، ومبارك لكل اللعيبه على تتويج بلقب بطوله الدوري العام رقم 42 وللموسم الخامس على التوالي. طيب اخيرا يا كريم، عايز اسالك على ازاي الجهاز الفني استقبل خبر تاجيل المباراه النهائيه اليوم 27، وخصوصا ان هو كان حاطط برنامج للمرحله اللي جايه بما فيها يوم 6 اللي كان مقرر فيه اقامه المباراه النهائيه، وهل البرنامج فيه تعديل خلال الفتره اللي جايه تحديدا بعد الاجازات، لان انت هيبقى عندك مساحه من الوقت بعد مباراه اليوم حتى مباراه يوم 27؟ بالتاكيد طبعا، يعني من خلال رؤيتنا من خلال معرفتنا ببيتسو موسيماني فتره قليله جدا، لكن الراجل كان حابب ان تكون المباراه النهائيه في ميعادها، لان النادي الاهلي كان مركز بشكل كبير جدا وكان بيستعد بكل جديه وبكل قوه، واللعيبه كمان كان عندها رغبه كبيره جدا ايا كان الطرف اللي هيكون متواجد، سواء نادي الرجاء او نادي الزمالك، ايا كان الطرف لعيبه النادي الاهلي كان عندها هدف كبير، وحتى هذه اللحظه الهدف موجود. البطوله التاسعه هي حلم كبير لكل اللعيبه والجمهور ومجلس الاداره، فالامر ده كان مهم جدا. اكيد طبعا خلاص يعني الكل بيحترم هذه القرارات، لكن كبيتسو موسيماني وكجهاز فني سيد ابو حفيظ كمجلس اداره كلعيبه بشكل عام، كل كان بيتمنى تكون المباراه في ميعاد. عندنا متسع فعلا من الوقت كبير جدا، هيكون بقى كل الامور دي هتتم حسمها عقب انتهاء مباراه اليوم. من الواضح ان بيتسو موسيماني هيدي فتره راحه للعيبه، بس مش هتبقى طويله، لان لسه برده مباراه الكاس لينا، برده عندنا انت عارف مباراه في الكاس، لكن الامر ده لم يتم حسمه حتى هذه اللحظه. لكن ان شاء الله باذن الله الايام القادمه دي كنا بس بنتمنى ان المباراه كمان تكون يوم 6، لان عندنا لعيبه رايحه المنتخب، وعندنا علي معلول هيكون متواجد، جيرالدو، مش عايزين اي امور تعكر صف الفتره اللي جايه على فريق النادي الاهلي يبقى في اي حاجه اجهاد او اصابه او كده. لكن ان شاء الله يعني نقدر نقول قدر الله ما شاء فعل، والقادم يا رب ان شاء الله يكون افضل للنادي الاهلي ولاعبتنا قبل يوم 27 باذن الله. ان شاء الله. مباراه برج العرب من الواضح طبعا كالعاده طبعا ان يكون في معسكر مغلق قبل المباراه بثلاث ايام، تدريب هيكون 48 ساعه هناك في الاسكندريه. يا رب ان شاء الله كل الامور تكون مهيئه لنا يا امير في هذه البطوله باذن الله. الاهلي جاهز للمباراه النهائيه ايا كان وقتها امتى باذن الله تعالى. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتواجد في مقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم امام طلائع الجيش، وقال لنا تفاصيل مهمه جدا بتخص الفرقه خلال الفتره اللي جايه. هنروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل، استنونا. طيب مكملين في ترند الاهلي ونشوف تحديدا بعض الحسابات الرسميه اتكلمت على الاهلي ازاي النهارده، ويلا كوره الحساب الرسمي ليهم على فيسبوك بيتكلموا على التشكيل المتوقع للاهلي في مباراه اليوم، وقالوا ان علي لطفي هيكون في حراسه المرمى، رباعي خط الدفاع عربي بدر كظهير ايسر، واحمد فتحي كظهير ايمن، اخر مباراه لاحمد فتحي مع النادي الاهلي، نتمنى له يا رب دايما التوفيق، واثنين مساكين ايمن اشرف وياسر ابراهيم، في نص الملعب محمد فخري واليو ديانج، وقدامهم وليد سليمان كهربا اليو بادجي وجيرالدو. ده تشكيل متوقع من قبل حساب يلا كوره. طيب ايضا تشكيل اخر متوقع من قبل سوبر كوره، وبيقولوا ان هيكون في حراسه المرمى علي لطفي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد فتحي، عربي بدر، محمد فخري، اليو ديانج، وليد سليمان، وكهربا، احمد الشيخ، وبادجي. ده ايضا كان تشكيل اخر متوقع من خلال حساب سوبر كوره. بعض الاحصائيات والارقام الخاصه بمباراه اليوم ما بين الاهلي وطلائع الجيش، وده من في الجول وحسابه الرسمي على انستجرام، بيقولوا ان المارد الاحمر يتفوق في اخر 10 مواجهات، اخر 10 مباريات الاهلي قدر ان هو يفوز في 8 مباريات، في المقابل مباريتين بس كانوا بالتعادل، وطلائع الجيش لم يستطع الفوز على الاهلي سواء في اخر 10 مباريات او في تاريخ المواجهات في بطوله الدوري ما بين الاهلي وطلائع الجيش، هم تقريبا لعبوا 26 مباراه في بطوله الدوري تحديدا. فمن هنا هنتكلم عن الاحصائيات وان طلائع الجيش بيحلم ان هو يفوز الفوز الاول ليه على الاهلي في بطوله الدوري، وده من خلال الوطن سبورت وحسابهم على تويتر، وان متعب هو هداف مباريات الاهلي وطلائع الجيش. خليني اقول لحضراتكم سريعا بعض الارقام اللي بتتعلق بتاريخ مواجهات الاهلي وطلائع الجيش. لعبوا 26 ماتش، الاهلي فاز 21 واتعادل مع
طلع الجيش في 5 وطلع الجيش ما قدروش ان هم يفوزوا على الاهلي في ولا مباراه. الاهلي احرز 55 هدف في شباك طلع الجيش واستقبل بس 12 هدف. هداف طبعا الاهلي في مباراه طلع الجيش هو نجم النجوم عماد متعب برصيد 7 اهداف. في المقابل صلاح امين ودودزي احرزوا هدفين في الاهلي. الاهلي حقق اول انتصار ليه على طلائع الجيش كان بهدف متاخر في الدقيقه 83 في اولى مبارياتهم موسم 2004-2005، واخر مباراه كانت ما بين الفرقتين الدور الاول من هذا الموسم، وانتهت فوز الاهلي 3-0 احرزهم جونيور اجايه وعمرو سليه ومحمد مجدي قفشه. طيب خلينا بقى نطمن على الترتيبات الخاصة باستلام النادي الأهلي لدرع الدوري النهاردة عقب مباراة طلائع الجيش من خلال زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي المتواجد في هذه اللحظات في استاد الأهلي والسلام. يا فاروق أهلا بيك. كل التحية ليك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مباراة النهاردة بيترقبها كل جمهور النادي الأهلي يا فاروق، وخصوصا أنها هتشهد استلام الفريق لدرع الدوري. آخر التفاصيل اللي عندك إيه وآخر الترتيبات؟ خلينا أقول لك في البداية أمير، نقدر نقول استاد الأهلي والنهاردة بيتزين للاحتفاء بالنادي الأهلي ومراسم تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 42. يعني المشهد والصورة كان إن شاء يعني كان ينقص وجود الجمهور، لكن إن شاء الله في القادم من السنوات الجمهور يبقى موجود في مشهد إحنا يعني انتظرناه كتير إن إحنا نحتفل بدرع الدوري ويتم تسليمه للنادي الأهلي في أرض الملعب. أقول لك أهم الترتيبات يا أمير النهاردة، يعني من كواليس حفلة أو ترتيبات اليوم هيبقى وجود مؤمن زكريا، من المقرر وجود مؤمن زكريا، وكما أطلق على درع الدوري ودرع مؤمن زكريا أيضا وجود أفراد اللجنة الخماسية ممثلة في الأستاذ عمرو الجنايني والكابتن محمد فضل وأحمد عبد الله والدكتور جمال محمد علي. ويعني مش هتكون موجودة الدكتورة سحر عبد الحق لظروف تواجدها مع منتخب كرة الصالات اللي بيخوض لقاءين وديين في الإمارات. استاد السلام الأهلي وين النهاردة أمير، زي ما أنت عارف أن المباراة بيشرف على تنظيمها أمن النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي، يعني تقدر تقول الأمور على أفضل ما يرام. النهاردة الاستاد ده جاهز، في بعض الامور طبعا تم تعديلها يا امير زي ما انت عارف في ظل جائحه الكورونا واتخاذ بعض الاجراءات الاحترازيه، يعني الالعاب الناريه مش هتبقى موجوده النهارده في هذا اللقاء. هيوضع درع الدوري على استاند ويتم تسليمه لفريق النادي الاهلي في احتفاليه نقدر نقول بسيطه ومصغره لتليه يعني مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. لكن الجميع هنا يا امير يعني تقدر تقول ان الجميع متشوق لهذا المشهد اللي احنا كتير انتظرناه علشان احنا نشوف النادي الاهلي. طبعا انت بتتكلم في 42 بطوله الدوري، من اللحظات السعيده اللي احنا بنعيشها كجمهور وبيعيشها كل فرد داخل منظومه النادي الاهلي لحظه استلام درع الدوري داخل ارض الملعب. ايضا لاعبي النادي الاهلي امير برضو من ضمن الكواليس ان لاعبي النادي الاهلي النهارده هيتم ارتداء القمصان عليها البطل رقم 42 ان شاء الله، وتبقى يعني القادم من السنوات 43 و44 والقادم في الكثير من البطولات. تقدر برضو ان احنا نقول على الملعب والناحيه التنظيميه واتخاذ الاجراءات الاحترازيه والاشراف اللجنه الطبيه من الاتحاد المصري لكره القدم على متابعه كافه الاجراءات الاحترازيه. جميع افراد منظومه النادي الاهلي، وانا عايز امير من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي اشيد بالجميع، الجميع النهارده عايز يطلع بالمشهد في اجمل صوره، تنظيم على افضل ما يكون، السهوله التيسير، كل الامور دي يا امير دي الخاصه من هنا من داخل ملعب الاهلي لمراسم تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 42. تمام، أنا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح من استاد الأهلي والسلام قال لنا كل الترتيبات الخاصة باستلام النادي الأهلي بإذن الله عقب مباراة اليوم درع الدوري رقم 42. نتمنى النادي الأهلي إن هو يكون موفق في هذه المباراة، وكمان نتمنى نشوف مراسم تليق بنادينا العظيم النادي الأهلي. فاصل سريع وبعدين نكمل، يلا. أهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نروح نشوف الترند العالمي في إيه النهاردة وأبرز الأخبار العالمية، ونبتدي بالبريمير ليج وحسابهم على تويتر واللي بيتكلموا على محمد صلاح وساديو ماني و مساهمتهم في الأهداف هذا الموسم. الاثنين ساهموا في 8 أهداف حتى الآن ليفربول، صلاح سجل 6 وصنع 2، في المقابل ماني سجل 5 وصنع
3، وفي الحقيقه هم عاملين موسم جيد كاداء بالنسبه لهم مع فريق ليفربول هذا الموسم. خلينا نروح ايضا لارتيتا طبعا المدير الفني لارسنال، وده حساب جول على تويتر ونشر تصريحات للمدير الفني الاسباني قبل مواجهه مانشستر يونايتد على الاورد ترافولد في بطوله الدوري، وقال احنا مؤمنون اننا نقترب من تحقيق الفوز هناك، بالتاكيد ستكون عقليتنا هي الذهاب الى هناك والفوز بالمباراه. وطبعا المباراه على ملعب الاولد ترافولد حتى لو مفيش جمهور هتبقى مباراه صعبه جدا على ارسنال. مشكله ارسنال دايما في المباريات مع التوب 5 بما انه هو السادس يعني في اقوى الفرق في الدوري الانجليزي، مش دايما بيكسبوا فبيتعطلوا شويه من خلال هذه المباريات، لكن في كل الاحوال هتبقى مباراه مثيره وقويه. الحديث عن جارس بيل، وده من خلال حساب سكاي سبورت على تويتر، وبيتكلموا على ان مورينيو اتكلم وقال انه يامل ان بيل يصل الى المستوى المطلوب منه ويكون افضل من كده، واعتقد ده هيحتاج وقت شويه لان جارس بيل ما كانش بيلعب بشكل مستمر مع ريال مدريد، وايضا هو لسه عائد من اصابه يا دوب لعب بعض الدقائق سواء في الدوري الانجليزي او حتى في اليوروبا ليج. طيب خلينا نروح لخبر اخر بخصوص الترند العالمي، وتحديدا حساب جول والكلام على خامس رودريجيز وتصريحات لكارلو انشيلوتي طبعا المدير الفني لايفرتون، واللي عاملين موسم اكثر من رائع حتى لو خسروا المباراه الاخيره ليهم في الدوري، لكن ماشيين بشكل ممتاز في الحقيقه. لكن خامس رودريجيز هيغيب عن المباراه المقبله لايفرتون في بطوله الدوري بسبب شد عضلي، لكن اكد كارلو انشيلوتي كمان انه هيلحق المباراه اللي بعديها على طول بشكل طبيعي، وان الاصابه مش بالصوره الكبيره اللي ممكن تعطله لفتره عن فريق ايفرتون. طيب خلينا نروح لحساب فريق يوفنتوس على تويتر، وقالوا واعلنوا خلاص ان كريستيانو رونالدو تعافى من فيروس كورونا، وكريستيانو الفيروس طول معاه شويه قعد حوالي 18 يوم، لكن خلاص بيعود رسميا وهيشارك في التدريبات تمهيدا لمشاركته في المباريات مع فريقه الايطالي. طيب كمان حساب جول على تويتر وكلام مهم قوي في الجزئيه دي تحديدا، وبيتكلموا على تصريحات لزين الدين زيدان بعد ما تسأل بخصوص ما حدث بين بنزيما وفينيسيوس جونيور، والقصة كلكم طبعا حضراتكم عارفينها، ما قيل وما تم تصويره من خلال الكواليس بأن بنزيما اتكلم مع مندي في ما بين شوطي إحدى المباريات في بطولة الدوري، وطلب من مندي طبعا ظهير أيسر لريال مدريد أنه ما بيبصيش الكرة خالص لفينيسيوس جونيور، وبيقول ان هو لعبه غير مفيد ومش عارفين هو بيعمل ايه اصلا بالكوره، فبلاش تبصيله احسن والعب لاي حد تاني عشان نحاول نحرز اهداف. يعني الكلام اتعرف وكده، لكن زيدان علق على الجزئيه دي وحاول ان هو ياخدها من منظور ايجابي شويه، وقال انا شفت الاثنين لعيبه في التدريبات بيتكلموا مع بعض بشكل طبيعي، وان الامور دي بتحصل عادي في كره القدم، الفرق بس ان الفتره الحاليه والعصر اللي احنا فيه دلوقتي كل حاجه بتبقى متصوره فالكواليس بتخرج للناس، لكن دي امور طبيعيه جدا في كره القدم، والاثنين علاقتهم جيده جدا ببعض، لكن هي كانت او كان حدث في الحقيقه برضو يعتبر غريب شويه من كريم بنزيما. لكن ايضا زيدان قال ايه؟ قال اهم بالنسبه لي مصلحه الفريق، وطالما هم بيتكلموا في امور زي دي يبقى بيفكروا ان هم ازاي يقدروا يكسبوا وازاي يقدروا يعملوا المجهود المطلوب منهم في الملعب، فدي حاجه مطمئنه بالنسبه لزين الدين زيدان طبعا المدرب الكبير لريال مدريد. طيب خلينا نروح لاخر خبر في الترند العالمي، هو خبر في الحقيقه مهم جدا بالنسبه لكل جماهير برشلونه، بيتعلق بالالماني مارك تير شتيجن طبعا حارس برشلونه، واحنا عارفين ان هو كان مصاب بقاله فتره لكن خلاص بيعود بشكل رسمي للتدريبات الجماعيه الخاصه بحراس المرمى، واصبح جاهز تماما للمشاركه في المباريات الرسميه مع الفريق. تحديدا كمان كان نيتو هو اللي بيلعب بالفتره اللي فاتت، ونيتو كان في الحقيقه حارس مميز، لكن اكيد كفاءه شتيجن اعلى بكتير بما انه افضل الحراس. طب خلينا نروح لنجمنا المصري احمد حجازي وحسابه الرسمي على تويتر، وبيتكلم وبيقول بعض الكلمات المهمه جدا بعد انتقاله بشكل رسمي، وبمناسبه احتمال يلعب النهارده مش عارف النهارده او بكره مباراه الديربي ما بين اتحاد واهلي جده، ممكن يشارك في هذه المباراه بعد ما انتقل طبعا من فريق ويست بروميتش البيون لفريق الاتحاد السعودي، وقال تحدي جديد مع نادي عريق، اتمنى من الله التوفيق مع زملائي في تقديم افضل شيء ممكن وتحقيق اهداف
الفريق واسعاد جماهيره ان شاء الله. ممكن تكون الخطوه دي كان الناس شويه مستغرباها من احمد حجازي، لكن في كل الاحوال هو نجم كبير جدا حجازي، ولاعب اضافه لاي فريق هو يكون متواجد فيه، وان شاء الله نتمنى له يا رب كل التوفيق، لانه احد الركائز الاساسيه بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول. ده فيما يتعلق ببعض الامور والترندات العالميه واخر الاخبار. خلينا سريعا ناخد تعليقات حضراتكم وتوقعاتكم لمباراة اليوم ما بين الأهلي وطلائع الجيش وختام بطولة الدوري. وكان سؤالنا في حلقة اليوم توقعاتكم إيه للنتيجة. محمود رفعت قال 3-0 للكبير الأهلي العظيم بإذن الله. شروق السمري قالت 2-0، بس ده كله مش مهم، المهم أننا نطلع من غير إصابة لأي لاعب، بس ده طبعا أمر مهم جدا. محمد صابر قال 3-0 للأهلي إن شاء الله. عبد الله سيد قال 2-0 للأهلي إن شاء الله. دي كانت بعض تفاعلات الجماهير. مش باقي بس غير إن احنا نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته اليوم، ونقدر نتمتع بالمباراة وكمان نشوف نتيجة جيدة ونطمن على فرقتنا بشكل كامل، حتى لو لسه بدري على مباراة النهائي الأفريقي، لكن دايما جمهور الأهلي بيبقى عنده تشوق لمشاهدة أي مباراة أيا كانت أهميتها لفريقه الأول لكرة القدم. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في مباراة اليوم. دي كمان كانت حلقتنا من الترند. بكرة حلقة جديدة وتفاصيل أخرى بتخص النادي الأهلي وبعض الكواليس كمان اللي بتخص الفريق الأول لكرة القدم. استنونا في حلقة بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.